اعتزلت بعد 99 في مصر، يمكن كان عندي فعلا احباط جامد جدا، لان كان هدفنا ان احنا ندخل مربع ذهبي او ناخد ميدالية على ارضنا، ولكن ده ما حصلش. يمكن اعتزلت فعلا في بعد البطولة على طول اعتزال دولي، واصريت ان انا ما العبش، ويمكن قعدت سنة، وبعد كده يمكن المنتخب راح سيدني وخدنا 7 العالم في سيدني، واصر زوران ان هو يرجعني لان كان محتاجني في ناحية الباك ليفت، ورجعت فعلا بعد سنة توقف قبل البطولة بحوالي شهر، كان 2001، وكان عندي امل ان احنا ان شاء الله ربنا هيوفقنا باذن الله. ويمكن حتى كان في تصريح قبل البطولة، كان تملي كان بالنسبة لنا عنق الزجاجة اللي هو دور الثمانية، ويمكن صرحتها حتى قبل ما اطلع، قلت ان شاء الله في فرنسا هتتكسر عقدة دور الثمانية. والحمد لله رجعت، وبعد اصرار زوران ان انا اكون متواجد، وفعلا وكان احلى نتيجه اللي هي ربع العالم في فرنسا للمنتخب المصري.